خلينا نتكلم عن برضو حاجة كانت ملحوظة جدا بعد انطلاق التصفيات الإفريقية مؤهلة طبعا لكأس العالم 2026. كان في الناس لفت نظرها بعض النجوم الأفارقة المحترفين طبعا في الدوري الإنجليزي تحديدا، وقدموا مع منتخباتهم كمان أداء جيد جدا ونتائج كانت ممتازة. يعني طبعا لو هتتكلم من مصر عندك طبعا محمد صلاح، عندك برضو من المنتخب الكونغولي، عندك منتخب الكوت ديفوار، أنا مش عايزة أنسى أسامي لعيبة تحديدا، بس مثلا عندك إبراهيم سانجاري، وعندك كذا حد من اللعيبة اللي فعلا بيفرقوا بشكل كبير جدا، واللي بيدوك برضو امل شويه في الكره الافريقيه ان انت بيبقى عندك اكتر من كادر يقدر ان هو يجي بعد ما يخلص فترته مثلا في اي دوري يعني بيلعب فيه، ان هو يجي بعد كده ينقل هذه الخبرات. يعني زي ما بيتقال برضو عن محمد صلاح بالمناسبه، قالك صلاح حتى لما ينهي او ينتهي من حياته الكرويه لازم يبقى ليه دور كبير جدا سواء على مستوى التدريب او الاداره في مصر، لان كادر زي ده مهم جدا انت تيجي بعد كده خبراتك دي تنقلها للاجيال المختلفه في داخل بلدك، لان ده احنا في امس الحاجه ليه. فلا يعني حاجه كانت جيده برضو ما كانتش موجوده زمان يمكن بشكل كبير طبعا، كنا بس التفصيله دي فعلا عندك حق فيها مليون في الميه. ناس كتير قوي وقفوا فعلا عند الاداء الاستثنائي لكل يعني اللاعبين الافارقه اللي كانوا منورين قوي في التصفيات دي. كمان في ماتش السنغال مع جنوب السودان اللي خلص برباعيه نظيفه لصالح السنغال، سجل فيهم طبعا بابي سار لاعب توتنهام. كمان كان في تعادلات وكان في تعادل نيجيريا مع زيمبابوي مثلا، يعني في حاجات كتير بس عايزين نلخصها لحضراتكم. هنقول ان يعني كان عندنا 9 أو 10 نجوم قادمين تحديدا من البريمير ليج شاركوا وبيسجلوا 16 هدف، ولم تخسر منتخبات بلادهم. فازت الكونغو الديمقراطيه على موريتانيا، زامبيا على الكونغو برازافيل، مصر على جيبوتي طبعا، كوت ديفوار على سيشل، الكاميرون على موريشيس، فيما تعادلت طبعا بوركينا فاسو مع غينيا ومع غينيا بيساو، ونيجيريا مع ليسوتو، والسنغال مع جنوب السودان، ونيجيريا مع زيمبابوي. بغض النظر عن النتائج بس كان في تألق ملحوظ فعلا للعيبه الافارقه اللي جايين من البريمير ليج، حاجه بجد تفرحنا اكيد. في امل يعني تحس يا ابو سهل بجد والله يا ابو سهل.